استني كده، ثانية واحدة. اهو، وانتي سايبالي صفحة ليه بقى؟ هو انا سايبه صفحه بجد. اه والله، صفحة في حالة، اللي هي الأسئلة بقى، اللي هي شفتي الأسئلة الدسمة اللي بيقولوا عليها الدسمة، اللي هي بتاعت الرسومات بقى، نظرية فيثاغورس وعكس فيثاغورس والمتوازي عارفه، لسه داخله شايفاها دلوقتي حالا والله. واوجد محيط المثلث ده اله واو، يعني بصي اللي هو الأسئلة اللي هي الدسمة هي والله دي بقى حلوه كده، المهمة فعلا. حضرتك ابعتيلي بإذن الله هبعتلك اصلا كيكه الباقي واحد تاني وهحله عشان معاه. برضو ماشي، لان انا اصلا بعتك جبر وهو اصلا مش جبر، انا اتلخبطت كتير. تمام، تمام هبعتهالك، وكده كده ممكن ابعتلك امتحان تاني جديد الاسئله، بس السؤال اللي هو بتاع عددين طبيعيين احدهما ضعف الاخر. طب انا لازم افرض هنا العددين اسمهم ايه؟ انا بقولك عددين طبيعيين، تمام كده. قبل بس ما نكمل الهندسه بتاعت النهارده، بص، اولا لما يجي لك سؤال كده لازم احوله لمعادله على طول، هو كده هو عايز المعادله. يعني انا لما بقول عددين طبيعيين، يعني ايه عددين؟ انا بفرض ان العددين دول اسمهم ايه؟ عددين طبيعيين. اولا بفرض ان الاولاني سين، راح قايل لي مين؟ احدهما ضعف الاخر، يعني التاني كام سين؟ سين، اتنين سين، اتنين سين. 2 سين بس، احدهما ضعف الاخر، يبقى كده ادي العددين اهم. بيقولك بجمعهم، يعني اجمعهم، يعني اقول سين زائد 2 سين بيساوي 108. دي الخطوه، لازم اعمل الخطوه دي، هي دي اللي انت مش عاملاها. انت قاسمه 108 على 3، وبعد كده ضربه في 2، وبعد كده ضربه في 1، صح كده؟ بس مش كاتبه اول شوف خطوة حضرتك اللي هي بتعرفيني انت فاهمة يعني ايه كلمة. الو. يعني ايه تطبيقات؟ الو الو، يبقى كده سمع حضرتك، صوت حضرتك كان رايح خالص. لا ده الواي فاي النهارده تمام وتحفة، ولسه مخلصة حصة والله. لا لا تمام كده، انا سامع حضرتك. تمام اوكي خلاص. فانتي كده كده قاسمة 108 على 3، وبعدين ضربة في 1 ضربة في 2، يعني الخطوة صح. تمام، بس انا عايزة المعادلة اللي هي الاولانية اللي هي دي، يعني انتي كده عاملة كده، عاملة كده 108 على 3، وكاتبة بيساوي 36، وكاتبة العدد الاولاني 36 والعدد التاني 36 في 2، ده صح مش غلط، اللي انتي عاملاه مش غلط، بس ناقصة الحتة دي اللي انا كاتبالك بنعمله معادلة، فاضل حتة المعادلة اللي هي هكتب س زائد 2 س بيساوي 108. بعد ما اعمل س زائد 2 س بيساوي 108، كأني بقى بجمع بقى س واتنين س، يبقى 3 س بيساوي 108. انا عايزة بس س، يبقى اقسم 108 على 3. اتفقنا ايه الخطوة اللي ناقصة؟ تمام. بس الباقي صح. إيه، وهنا كان عندنا مشكلة، تعالي كده انت لو حلتيلي دي ما متأكدة انت هتحليها صح اصلا. هو انا لما اجي احل دي، هو احنا في الضرب بنعمل ايه؟ بتجمع الأسس طب اجمعيني كده الاسس، يعني هتبقى فوق هقول 8 أس كام؟ 4. طب ماشي، طب تعالي كده نجمع، وهنا اس كام أس 1 وهنا اس كام؟ أس 3 لا دي مش 3، دي سالب سالب 3. 3. فانا لما اجي اجمع انا هجمع 1 زائد سالب 3، يبقى 1 زائد سالب 3، فاستحالة يطلع ب4، هيطلع بسالب 2، يبقى هنا 8 اس سالب 2، هنا 8 اس سالب 4 اهو، على 8 اس سالب 4. بصي المسألة كلها اتلخبطت بسبب الإشارة دي، لأن انتي عاملاها 4، كأن انتي لغيتي السالب ده قلتي له كأنك مش حاططهوله، وانا هجمع 1 و3 4، لا انا لازم اجمع الرقم بالسالب. اتفقنا كده؟ تمام بعد كده دي قسمة، هقول له هنزل 8 يوم قايلة كام؟ سالب 2 ناقص كام؟ سالب 4. لا مش هيديني سالب 1، هيديني 8 أس 2، يعني سالب ورا سالب هيبقى موجب، هيبقى سالب 2 زائد 4 سالب وموجب بندفع، يبقى 8 أس 2.
يبقى هتبقى ب64. شفت الرقم اتغير ولا لا؟ أيوة الرقم اتغير خالص. اتفقنا كده؟ طيب. طيب في غلطة تاني برضه، لما اجي اقول 7 زائد 2 س اصغر من 17، انتي وديتي 7 هنا وقلتي ناقص 7 صح كده، وانزل هنا 2 س وقلتي 17 اشيل منهم 7 10. لا انتي رحت قايله سالب 10، مش عارفه ليه قلتي سالب 10، مع انها 17 عادي، 17 ناقص 7 10. وهنا قدام الاتنين في زائد ولا ناقص؟ زائد. زائد. لا انتي نزلتيها ناقص، رحتي منزله ده ناقص وده ناقص، ورحتي عامله كده ناقص هو ناقص مش احنا بنبدل الإشارة؟ من بدل الاشاره. لو في هنا سالب، مفيش هنا سالب اصلا، ما هي الاتنين قلتلك قدامها ايه الاول. يعني هي قدامها موجب يبقى هنحط سالب. لا ده احنا بنبدل امتى؟ بصي لو جايلك كده بقى 7 ناقص 2 س اصغر من 17، هودي دي بعكس الاشاره ناقص 7، تمام. هنزل دي زي ما هي، سالب 2 س اصغر من 17 ناقص 7 10. ابدل ايه بقى؟ باخد السالب دي اقوم موديها هنا جنب العشر، وشقلب علامة التباين. يعني انا هنزل هنا الـ2 س واقوم مشقلبة العلامة دي تبقى اكبر، واخد السالب ده اقوم ناطره هنا، يبقى السالب 10. فهمت. أيوة هنا لو الاشارة دي سالب اصلا بوديها الناحية التانية. اتفقنا كده؟ خلاص. بص يا ستي، احنا قلنا احنا بندرس ايه؟ التحويلات الهندسية. قلنا التحويلات الهندسية فيها كام حاجة؟ 3 حاجات. ممكن الـ3 حاجات ايه هما؟ اول حاجة انعكاس، بعد كده انتقال، بعد كده دوران. اتفقنا كده؟ تمام. انعكاس، خدنا لو قال لي انعكاس في محور السينات، يعني لو قلت لي لك 3 و4 انعكاس في سينات، في السينات ولا في الصاد؟ لا السينات هتبقى سالب 3 و4. سينات، انا قلت سينات بنعكس سينات هتبقى سينات، سالب يبقى 4. 3 و4 سينات، يبقى ماليش دعوة بالسين. كانوا بيقولك مالكيش دعوة بالسين، احنا نغير الصاد. طب لو كانت سالب 2 وسالب 5 وقلتلك في الصادات، هتبقى 2 و5 أو سالب 5. 2 وسالب 5 فانا كده. طب لو قلتلك 3 و4 في نقطة الأصل، هتبقى سالب 3 و سالب 4. تبقى سالب. شوية معلش في الشبكة، معلش عشان انا في دني كانت مبهدلة تحت والارضي وكده، تمام، فمعلش اعذريني. كان اخر سؤال ده احنا ما كملناهوش اصلا، اتفقنا؟ تعالي الاول نحل دول. لا ما انا عارفة، ما انا جايباهم تاني. اول حاجة بس نبقى عارفين محاور التماثل للمربع كام واحد، المربع ليه كام محور، أربعة. المربع 4، 1 2 ثلاثة، استني ارسمها صح كده، يبقى 1 كده و1 كده و1 كده و1 كده، يبقى ليها كم محور؟ أربعة. طب المستطيل، المستطيل اهو 2. يبقى ليه كم محور تماثل؟ مستطيل يبقى المعين والمستطيل الاتنين زي بعض، ليهم كام؟ خالص. المتوازي الأضلاع وشبه المنحرف. هاجي أقول لك متوازي الأضلاع ليه كام محور؟ لا ملوش. متوازي الأضلاع ده كده ملوش. طب شبه المنحرف برضو ملوش. مثلث متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، ومختلف الأضلاع. لو متساوي الأضلاع كلها نقول 3، يبقى متساوي الأضلاع ليه كام؟ ثلاثة.
الو حضرتك الو سامعيني كده؟ الو ثلاثة 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 متساوي الأضلاع، ثلاثة متساوي الساقين، متساوي الساقين واحد، متساوي الساقين واحد. تمام سامعيك، متساوي الساقين واحد، المختلف ملوش صفر، المختلف ملوش بيبقى ايه، صفر. والدائرة الدايرة بيبقى عدد لا نهائي، يعني أنا ممكن أرسم كده 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 كده، يبقى الدائرة ليها كم محور؟ ليها عدد لا نهائي. طب لو قال لي نص الدايرة، نص الدايرة بيبقى ليها واحد بس، بيبقى ليها كم واحد؟ واحد بس. خلاص كده اتفقنا. طيب تعالي كده نعمل أكمل اللي تحت عشان نفتكر، تلاتة وسالب اللي سالب اتنين، الانعكاس في محور السينات. تبقى كام؟ هتبقى 3 و2. برافو عليك صح. اللي بعدها خمسة وسالب اتنين، الانعكاس في الصادات. -5 و2. برافو عليك. تلاتة وسالب اتنين من الانعكاس في نقطة الأصل. 3 و2. الو، حضرتك سامعني؟ برافو. اللي بعدها خمسة بنعكس في نقطة الأصل. سامعاك سامعاكي، حلو جدا كمان. 5. بقولك خمسة وسالب اتنين، هتبقى -5 و2. برافو عليكي. طب لو قالك سالب تلاتة وسالب خمسة بنعكس في محور السينات. الو ايوه، سامع حضرتك. خلاص كده. طب اخر سؤال، انت قلتي اخر سؤال هو اللي احنا مش عارفينه صح كده، مش عارفين نعمله ازاي. احنا عرفنا نرسم الشبكة ازاي، بقينا نعرف نرسمها يعني حلو. خلي بالك عشان مكملة معايا. طب تعالي يا ستي اخر سؤال اهو. اول حاجه لما يجي يقول لي ارسمي المثلث، اولا لما اجي احل السؤال ده بيتحل اولا في صفحتين، صفحه بيبقى فيها الحل وصفحه فيها الرسم، يبقى كام صفحه؟ صفحتين. بقسم كده اهو، صفحه فيها الحل، تعالي مثلا كأن دول مش موجودين، كأن السؤال كأنه هو سؤال واحد، عايز يعمل ده بالانعكاس في محور مين؟ السنات. محور السينات. طب انا هجيب الف شرطه، ب شرطه، جيم شرطه. طب ليه يا ميس سميتيها شرطة؟ شرطة اللي هو الانعكاس بتاعها، لأن أنا عندي ألف وب وجيم، فأنا هسمي ألف شرطة، ب شرطة، جيم شرطة. طب تعالي نعملهم كلهم في السينات. يلا ألف هتبقى كام؟ 4 و-2. برافو عليك أهو، أحلها كده. بعد كده ب شرطة، هتبقى 1 و-1. برافو. جيم، جيم هتبقى ايه؟ هتبقى 2 و-4. 2 وسالب 4. عرفنا كده، دي أول خطوة. التاني خطوة نقوم عاملين رسمة قصادها اهي، أو في الصفحة اللي قصادها هكتبها 1 2 3 4 5 وهكذا، سالب 1 سالب 2 سالب 3، وهنا 1 2 3 4، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. نعمل ايه؟ انا برسم رسمتين يا اشرف، برسم كام رسمة؟ رسمتين. اول رسمة اللي هم دول اللي هم الاصل اللي هو 4 و2، فين 4 و2؟ اطلع عند الاربعة للاتنين اهو، هم كاتبة عليها الف. بعد كده 1 و1 1 و1 هنا اهو، عاملة عليها ب. بعد كده 2 و4، ادي 2 وادي الاربعة اهي، واقوم عاملة عليها جيم واقوم موصلاها. هعمل ايه؟ Awesome. خلاص انا رسمت اول مثلث.
طب تانية رسمة هرسمها اللي هو المثلث التاني ده، 4 وسالب 2. طب فين الأربعة؟ الأربعة فين وسالب 2؟ تعرفي تشاوري لي؟ ثانية. أربعة على السين وسالب 2 على الصاد. ها أربعة وسالب 2. طب أنا مش عارفة أجيب القلم. ماشي قوليلي. طب هي يعني هتبقى هنا قصادها ولا هنا ولا هنا ولا تحتها؟ هتبقى في آخر حتة حضرتك قلتي عليها. ماشي صح، برافو عليك. يبقى 4 وسالب 2 يبقى هنا، 1 وسالب 1 هنا، 2 وسالب 4 هنا، وبعدين اوصل. هو قال انعكاس في السينات، فعلا ادي السين اهو، هي فعلا هي هنا صورتها، يبقى تيجي هنا. بصي لما اجي اقول لك انعكاس في السينات، يعني لو هي هنا فين السين ده؟ السين صح، يبقى تيجي الناحية التانية من السين. طب لو انا رسمت كده وهي مثلا هنا وقال لي انعكاس في الصاد، فين الصاد؟ الصاد اهو صح كده، يبقى تيجي الناحية دي من الصاد. تمام كده. طب هو بيقول لي فين؟ يعني هو قايل لي فين؟ هو قال لي انا اللي احنا حالينه انعكاس في السينات. لا انا بفهمك عشان تتاكدي ان الرسمه صح ولا غلط. بس انا في بنات عندي زيك في اولى اعدادي بيعملوا ايه، بيرسموا ويجيبوا الف شرطه صح وبي شرطه صح، ويجوا بعد ما يرسموا مثلا رسموا المثلث الاولاني هنا، جم يرسموا فراحوا راسمين مثلا المثلث التاني هنا. تمام، هو اصلا كان قايل لي بانعكاس في الصادات. فهمي. طب هو فانا دايما بقول نتاكد ازاي. هو قال لي صادات، هو ده صاد ولا ده سين اللي هم عاملينه؟ هما بيقول كده لي فين؟ كان هنا ده كده سين، يبقى هما كده غلط، يبقى الرسمة مش هنا، يبقى المفروض الرسمة تبقى هنا. فاهمة؟ دي حاجة للتأكيد. طيب احنا قلنا حتة تاني زيادة، قلنا الانعكاس بيعمل ايه، بيحافظ على ايه وايه وايه اهم. لا فاكراها. بيحافظ ايه هم اهم، ما مكتوبين اهم عشان هنحفظهم كده كده الحصتين اللي جايين دول. بيحافظ على ايه؟ الأطوال أنا بقرأ، يعني مش بقولهم أنا همزح. ماشي قطع ماشي أطوال، يحافظ على أطوال القطع المستقيمة، قياسات الزوايا، يحافظ على التوازي، يحافظ على البينية، لا يحافظ على الترتيب الدوراني لرؤوس الشكل. تمام اوكي. طيب بصي يا ستي، لو انا جبت لك شكل زي ده، يعني ده مثلث صح كده، أيوه استني عشان ماشي اهو، رحت قايله بقول لك عايزه صوره المثلث الف ميم ه. فين الف ميم ه؟ ادي الف ميم ه اهو، اهو المثلث. بيقولك بالانعكاس في الف ه، بالانعكاس في مين؟ ادي الف ه اهو. هيجي شكله فين بقى؟ يعني انا دلوقتي لو رسمت كده وانا ده كده اهو، الانعكاس في ده هيجي فين؟ تحت ولا هنا قدامه؟ قدامي. بس يبقى يجي الناحية دي. طب هنا ده مثلث اهو، همسح المثلث اهو، اسمه الف دال ميم اهو، يبقى يجي فين؟ يجي اللي هو اللي قصاده ده. يبقى التاني اسمه ايه؟ قولي ألف لي كده صح، قولي ألف وميم. الف واو ميم، برافو عليك. طب لو انا قلت لك مثلث تاني مثلا عايزة ألف ميم ب، ألف ميم ب، رحت قايلة كل ده، فين اللي زيه الناحية التانية كله برضو؟ ألف ميم جيم. برافو عليك. طب لو أنا قلت عايزة ألف جيم ه، أدي ألف جيم ه، خدت المثلث كله بقى، فين فألف اللي زيه؟ باء ها. برافو عليك، فهمتيها كده؟ طيب بصي بقى يا ستي، كده ده الانعكاس، خلاص خلص الانعكاس. تاني حاجة احنا قلنا هناخد انعكاس انتقال دوران، اخرنا ان شاء الله الحصة اللي جاية يبقى احنا خلصنا المنهج كله. اتفقنا؟ تمام. ايه الجديد، ايه الجديد بتاع النهاردة؟ بيقول الانتقال، اولا الانتقال
يجي يقول لك في سؤال كده، يجي يقول لك بيتحدد بنقط ونقط، يجي يقول لك كده الانتقال يتحدد نقط فاصلة نقط. هو لازم ابقى عارفة حاجتين، ايه هما؟ المقدار والاتجاه. لازم ابقى عارفة كام حاجة؟ المقدار حاجتين، والاتجاه. المقدار يعني الرقم بتاعي، الاتجاه يعني سواء موجب او سالب. خلاص كده عشان ابقى فاهمين يعني ايه كلمة مقدار ويعني ايه اتجاه. يبقى المقدار والاتجاه، مش عايزة اقولك ان الانتقال اسهل من الانعكاس. يبقى بيتحدد بكام حاجة؟ حاجتين، المقدار والاتجاه. بيتحدد بايه وايه؟ المقدار والاتجاه. بصي انا هديكي مثلا، لما اجي اقولك مثلا 3 و5 الانتقال هي ليها شكلين، يجي يقولك مثلا سين زائد 3 2 وصاد ناقص 2 هي نقط. كل اللي انا بعمله، مش الرقم الاولاني ده بيبقى سين والتاني ده بيبقى صاد؟ فانا بشيل سين من هنا واقوم حاطه الرقم، واشيل صاد من هنا واقوم حاطه الرقم. فهتشيلي سين وهتحطي مكانها كام؟ ثلاثة. طب هو اصلا قايل لي سين زائد 2، يبقى اشيل سين واحط 3، يبقى اجيب 3 زائد كام؟ 3 زائد 2 5. يبقى 5. طب تاني مرة اشيل صاد واحط ال5، هنا جايبها لي ناقص، يبقى اقول 5 ناقص كام؟ 5 ناقص 2 3. بس يجي يقول لك كده 4 و5 انتقال سين ناقص 1 صاد زائد 2، هتقولي كام وكام؟ هتبقى 4 ناقص 1 و5 زائد 2 ماشي، هتبقى هتبقى كام وكام؟ 3 و7. برافو عليك. سهل ولا صعب؟ سهل. هاجي اقول لك 1 و1 انتقال، مش قلت لك الانتقال اسهل اصلا؟ سين ناقص 1 صاد زائد 2 سين ناقص 1 وصاد زائد 2 هتبقى 0 و3. برافو عليك. طب لو نفس السؤال رحت جايبه لك كده 1 و1 انتقال 2 و3، يعني شلت كلمة السين وشلت كلمة الصاد، يعني ممكن يجيبها لي ده الشكل التاني. احنا كده فهمنا الشكل الاولاني صح؟ أيوه. طب ده الشكل التاني، ده معناه ايه؟ هشوف قدام الاتنين هنا في زائد ولا ناقص؟ مفيش اشارة اصلا، تبقى ايه؟ يبقى كأنها موجب وكأن دي موجب، يبقى كأنك هتاخدي 1 مع مين؟ مع الاتنين، وواحد مع مين؟ مع التلاتة. يبقى 1 و2 كام؟ 3 و4. بس كده خلص. طب نفس الكلام يقول لك 4 و5 انتقال، يجي يقول لك سالب 2 وسالب 3، اه ده قدامهم سوالب، يبقى كأنه بيقول لك اطرحي. يبقى اجيبها ازاي؟ هتبقى 4 ناقص 2 2 و5 ناقص 3 2. 2، يبقى 2 و2. طب اجي اقول لك 1 و7 انتقال 2 وسالب 3، تبقى 3 فاصلة 4. برافو عليك. سهل ولا صعب؟ سهل. يلا بينا نحل. يلا. ماشي، هما دول كده كده محلولين، يعني برضو نشوفهم مراجعة برضو اهي، كأن دول هم يا ستي مش موجودين. حلو، وانا جايبه لك اسئلة تانية برضو كتير برضو، بس نحل دول عشان فيها حتة جديدة. يلا، بيقولك صورة النقطة كام وكام؟ 2 و3. بالانتقال كام وكام؟ لـ4 و5. ما نعمل ايه؟ هتبقى 6 و8. برافو، برافو عليك. 6 و8 صح. اللي بعد 2 و3 بانتقال 0 و4، هتبقى 2 و7. برافو. 2 وكام؟ برافو عليك صح. طب السؤال اللي بعده،
خمسة وتسعة بنت قال س زائد 2 و ص ناقص 3. هتبقى 7 و6. برافو عليك، 7 و6. شاطر. اللي بعدها 3 و5 بنت قال س، يعني س زي ما هي يعني ما غيرش فيها حاجة، و ص ناقص 1. هتبقى 3 و4. 3 و4. برافو عليك، 3 و4. طيب بصي بقى، دي الجديدة، بيقول لك ايه بقى؟ صورة النقطة 2 وسالب 1 بنت قال كام؟ كام وحدة؟ 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات. كلمة الموجب يعني أقول زائد، لو قال لي سالب يبقى أقول ناقص، لمحور السينات يعني مع السين، يعني الصدمة تغيريهاش. كلمة لمحور السينات يعني الانتقال ده هيبقى مع السين، يبقى مين اللي هناخده مع السين؟ مين يعني اللي انا هناخده مع التلاتة؟ الثلاث ديت مش المفروض ازودها على الواحد، لان السين احنا بنبص للصوت. ده التاني انعكاس. أما هنا بيقولك أنا هنتقل 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات، يعني أنا همشي على نفس محور السينات بس همشي 3 خطوات. يعني مثلا أنا، أنت مثلا أهو عند السين مثلا واقفة عند الاتنين، قالك لأ ده أنت هتعملي انتقال 3، تمشي 3 وحدات تاني يعني 3 مرات، بس قالي في الاتجاه الموجب يعني أزود. طب لو في الاتجاه السالب يبقى همشي عكس، فاهمة؟ لمحور السينات يعني هتفضلي ماشية على نفس المحور، هو ده معنى السؤال. أنا عارفة إن أنت كنت هتقولي الجملة دي، محور السينات المفروض غير الصاد، ده في الانعكاس. أنا هنا بتكلم على انتقال، هو بيقول لي أنا هنتقل كأنك مثلا قاعدة مثلا في الصالة وعايزة مثلا تخشي الأوضة بتاعة النوم، فأنت هتخشي دايركت على أوضة النوم ولا تروحي تلفيله من هناك من المطبخ؟ هتلفيله ليه؟ خشي دايركت على طول. بس فهمتها، قالك يعني هي هتبقى 5 وسالب 1. بس كده، يبقى انا ماليش دعوه بالصاد هنا، يبقى 5 وسالب 1. اتفقنا؟ نفس اهو عكسها تحت، بيقول لك سالب 3 و4 بانتقال 4 وحدات، بس قالي في اتجاه السالب. يعني ايه سالب؟ يعني بدل ما اقول 4 لا اقول سالب 4، يعني هطرح لمحور الصادات، يبقى انا هطرح الصاد، يبقى كام؟ هتبقى سالب 3 وصفر. يا صح، مش صح، انت قلتيها صح اصلا، بس انا مسحت عشان كان في عك كتير. يبقى سالب 3 وصفر، عشان قال لي في الاتجاه السالب يبقى اقول ناقص. اتفقنا كده؟ طيب عايزين نعمل بقى اللي بعدها. هو انا هنا ما عنديش النقطة بس عندي الصورة بتاعتها، طب هعمل ايه؟ لما بنيجي نرجعها بنرجعها لأصلها. يعني دلوقتي هنا دي سالب 3، دي سالب 3، س ناقص 3 طلع بكام؟ بسالب ايه؟ 3 5. فانا هعمل ايه؟ كأننا هنرجع للأصل. يعني ايه هنرجع للأصل؟ يعني نمشي عكس. يعني انا هنا المفروض دي سالب 5، بدل ما اقول ناقص 3 لا هقول زائد 3، لان انا راجع من ورا لقدام. يعني اقول سالب 5 زائد 3 هيديني سالب 2. طب الناحية دي هنا دي زائد، لا انا همشيها عكس، يبقى بدل ما زائد هقولها ايه؟ كأني بقولك 4 زائد كام يديكي 11، فاهمة؟ أيوة يعني. يعني هنا عايز يشيل الصاد ويحط مكانها رقم زائد لازم 4. أعملها بالطريقة دي صح؟ اه لو عايز، لا لو في طريقة تانية انت فاهماها او تقدري تجيبيها بدماغك مفيش مشكلة. بس في الاختيارات تمام، هو مش هيسألني على حاجة، بس لو هو جايب لي لا سؤال نصي لازم أعملها بالطريقة دي؟ لا لا برضو لا، اهم حاجة ان الرقم يبقى صح. واولا السؤال ده ما بيجيش غير في اختيارات بس، اكمل اختيارات بس، طب تمام. ما بيجيش في سؤال صريح، سؤال اللي هو المقالية. لا ده بيجي سؤال زي كده اهو، صورة النقطة نقط بين الانتقال، وجايب لي الانتقال هي كذا، هو جايب لي هنا الصورة وعايز الأصل، فاهماني؟ طالما هنا طالب مني الأصل فأنا هنا هعكس، بدل ما هنا دي ناقص لا أنا هعكس الإشارات بتاعتهم، أخليهم موجب، دي لو سالب أخليها موجب، ودي لو موجب أخليها سالب.
يبقى انا اقول 11 زائد بدل زائد 4، لا اقول 11 ناقص 4 يديني 7. هي في حاجة معينة كده بس انا مش عايزاكي تحفظيها عشان لو حفظتيها رخمة يعني. في كده ثواني اهو، لو الاصل مثلا زائد الانتقال بيديني الصورة. ثواني، طب لو انا مديني الصورة هعكس، هقول الصورة ناقص الانتقال. طب لو مديني الصورة هقول الصورة ناقص الاصل، فاهمة؟ بس ده لو كان مديني هنا الأصل والانتقال هنا بجمع عادي. لا مش عايزاكي تفهمي دي، أنا عايزاكي تفهميها كده بالفهم بدماغنا. زي مثلا اللي تحت، واحد بانتقال كام بقى واحد برضو، وهنا الواحد كده اتغير لا ما اتغيرش، كان واحد يبقى احط له ايه؟ يبقى احط له صفر زي ما هو. طب هنا سالب تلاتة مع مين؟ اداني صفر، يبقى سالب تلاتة رأ مع التلاتة، مع التلاتة يبقى صفر وتلاتة عشان تروح خالص. خلاص كده. اللي بعدها يقولك إذا كانت النقطة لام بسالب تلاتة وخمسة، هي صورة النقطة ميم بالانتقال اتنين وسالب واحد، عايز ميم. بيقولك هي صورة ميم بالانتقال ده، يعني ده الانتقال، هو عايز بقى ميم. يعني هنا مديك الصورة برضه، يبقى احنا هنا هنعكس. هنعكس ازاي يا ميس؟ يعني هنا كأنك بقولك سالب تلاتة مع مين؟ ميم ده بقت بالانتقال مي اتنين بقت كام؟ بقت هتبقى سالب خمسة. تلاتة. بس كده يبقى سالب خمسة عشان هنا نزلت سالب تلاتة. طب هنا سالب واحد، قلنا هنعكس الإشارة، لو سالب يبقى موجب، يبقى كأني بقولك خمسة وواحد يبقى ايه؟ أسف. بس يبقى انت بتعكسي الإشارة اهي. اتفقنا؟ لما نحل عليها تدريب تاني هتفهميها أكتر. عايزين بقى ناخد عليها سؤال صريح الأول، بس في نقطة تاني عايزين نفهمها. ايه هي؟ لو جاب لي نقطة وقال لي بانتقال مسافة أ ب، وجاب لي أ وجاب لي ب، زي مثلا المسألة اللي أنا جايباها دي. يعني ايه يا ميس؟ يعني يقول لي عايز 5 و6 بانتقال أ ب، طب انا اصلا ما عنديش الف ب، ما عنديش بقى الانتقال، فانا هجيب الاول الانتقال. طب اجيبه ازاي؟ ادي عندك الالف وادي عندك الب، صح كده؟ لما اجي اجيب الارقام بتاعتهم الانتقال بتاعهم كانك بتطرحي. يعني ايه كاني بطرح؟ يعني هنا هطرح 7 ناقص كام 7 ناقص 3. معايا، أيوة واقول حضرتك، 2 ناقص 4، بس انا باخد التاني ناقص الاولاني تاني، لان دي مش موجوده اهو. تعالي نجيب الصفحه دي. لما اجي اقول 5 و6 عايزة انتقال ميم نون، وراح قايلك اصل ميم بتلاتة واتنين ونون مثلا ب4 و5 مثلا كده، انا ما عنديش الانتقال، انا لازم اجيب الانتقال اللي هو ميم نون. طب اجيب ميم نون ازاي؟ بيقولي ميم نون كأنك بتشرحي نون ناقص ميم، يعني انا عايزة النقطتين اهو، صح كده؟ اللي هو الانتقال كأني هطرح، بس أبدأ من التاني الأول. يبقى تقولي 4 ناقص كام، 4 ناقص وعلى طول 3. بنطرح 4 ناقص 3 واحد، وهنا هتقولي 5 ناقص كام 5 ناقص 2 3. 3. هو ده الانتقال اللي هجيب بيه دي. يبقى أقول 5 و6 بالانتقال 1 و3، يبقى الواحد مع، يبقى 5 مع الواحد يبقى 6 و6 مع الـ3 يبقى 9. تاني اجي اقول لك 3 و2 انتقال ألف ب مثلا، رحت قايلك حيث ألف بتلاتة وخمسة، وب مثلا ب2 و4، لازم أجيب الأول ألف مين؟ ألف ب هتبقى 2 و3، ماشي، اطرحيهم من بعض، لازم أقول هتبقى 2 ناقص 3 -1 يبقى دي سالب واحد، و4 ناقص 5 -1 برضه. سالب واحد برضه. اعمل بقى النقطة الاولانية دي بقى بالانتقال ده، يعني اقول 3 و2 انتقال، تقومي عاملة سهم كده سالب واحد وسالب واحد عشان ما تتلخبطيش. يبقى كأنك بقى بتاخدي 3 مع السالب 1، يعني 3 ناقص كام هو تيتا والاتنين ديت فهمت، هتبقى دي النقطة الأصلية. أيوة هجمعهم.
هنا قدام الواحد زائد ولا ناقص؟ ناقص اه هتبقى ثمانية. 2 و1. برافو عليك، يبقى 2-1. خلاص كده فهمناهم. طب تيجي نفتح كشكولنا ونحل بقى مسألة عليهم. اوكي اوكي، بعدين نبقى نحل دول. تعالي ناخد مسألة الأول أهو. أول واحدة أول واحدة نكتبها الأول، ألف بأربعة وواحد. كتبناها كده تمام. تمام. اوكي يلا، بصي يا ستي، قلنا عشان نيجي نحلق كتبتي ثم ارسم صورته بالانتقال سالب واحد وسالب خمسة. طيب اول حاجة لما نيجي نحلها لازم يبقى صفحتين، لازم يبقى كام صفحة؟ صفحة صفحتين. للرسم، بتبقى صفحة للرسم وصفحة للايه هو كمان السؤال كده؟ ده مش بيتعمل في الكراسة اللي هي بتبقى مربعات ولونها أحمر تقريبا؟ ايوه. دي بنعمل فيها الرسم، ونكتب قصادها الصفحه اللي قصادها بنكتب الكلام. تمام. فاحنا هنا لما نيجي نحل اول حاجه، لما نيجي نحلها في السؤال ده، ثانيه واحده، لما تيجي اول صفحه تجيبي تومي قايل الف شرط، ب شرطه، جيم شرط، وتومي عامله كده وجايباهم الاول اللي هو صوره الانتقال. خلاص، في حاجه تاني ممكن تكتبي كده، الف باربعه وواحد، عشان بس ما تتلخبطيش في الأرقام، وتقومي عاملة سهم كده، ب ب2 و4، ج ب0 و3، أو عاملة سهم كده سهم كده سهم كده. هنا دي ألف، يبقى أعمل هنا ألف شرطة، ب شرطة، ج شرطة. يعني دي طريقة برضو، وأنا بفضل التانية دي ليه بقى؟ علشان الأرقام تبقى صادق، فاهمة؟ فاهم. يعني الألف قصادها ألف شرط، الب قصادها ب شرط، الجيم قصادها جيم شرط. تاني يوم أنا بعمل إيه؟ هكتب ألف بأربعة وواحد، وكاتبة تحتها ب 2 و4، جيم 0 و3، أقوم عاملة كده كده كده، ألف شرطة، ب شرطة، جيم شرطة. يلا قوليهم لي انت، يلا ده في السينات ولا قولي لي. بصراحة؟ لا ده في ايه؟ ارسم صورته بالايه، ولا فهمت. يقول لك سين ولا صاد، هو هيقول لك بالانتقال. ثانية. هتبقى أول واحدة 3 و صح وسالب 4. صح برافو عليكي، يبقى 3 وسالب 4. ماشي، الواحدة تاني هتبقى واحدة 1 و وسالب 1. واحد وسالب 1. صح، اكتبيهم عندك. بكتب. وتالت واحدة هتبقى سالب 1 صح وسالب 2. برافو عليك، صح كلهم صح. خلاص كده تمام. عملناهم، عملنا ألف وب والجيم وألف شرطة وب شرطة وب، صح كده. أيوة. نيجي بقى صفحة فاضية خالص اهي،
نقوم جايين نرسم بقى. يلا نقوم جايين في نص الصفحة، هقوم رسمة كده، نرسم الشبكة. احنا طبعا بقينا نعرف نرسمها صح؟ طيب يلا بينا. ثانية واحدة برقمها بس. ماشي، خلصت. ماشي يلا بينا. أولا لازم تبقى رسمتين، لازم تبقى كام رسمة؟ اسمتي طيب نرسم أول مثلث الأول. مين هو أول مثلث؟ اللي هو الألف والب والجيم. يلا نرسمه الأول. ألف بكام وكام؟ ألف بثانية واحدة مش تعرفي تجيبي القلم خالص صح؟ نعم. هو مش مش هتعرفي ظاهر، تجيبي مش القلم. عارفة هل حضرتك مش يعني خليه ما يظهرليش، لأن ينفع حضرتك تخليه ما يظهرليش، والله لأن هو مش بيبقى ظاهر لي دايرة فيها قلم كده عادي، هو مش ظهرالي. تمام ماشي. يلا قولي لي ألف بكام وكام؟ ألف هتبقى بأربعة وواحد. روف فين؟ أربعة وواحد، تطلعي أربعة من السين وواحد على الصاد، ماشي، تحطي النقطة ما بينهم. تمام حطيتها. طيب يلا واكتب جنبها ألف. ماشي، اتنين أربعة هتبقى، اتنين أربعة هتبقى بين ب اتنين وأربعة، أطلع من اتنين للأربعة وأقوم حاطة نقطة واكتب جنبها ب. هي الصفر وثلاثة دي هتبقى لازقة في الثلاثة صح؟ بصي بقى يا ستي، هنا صفر وتلاتة، هي التلاتة هنا على السين ولا على الصاد؟ في النقطتين اللي احنا كاتبينهم دول صفر وتلاتة، مش فاهم. أيوة أيوة يعني هنا مش احنا النقطتين صفر وتلاتة، أيوة فهمت. والنقطتين دول مش دايما بنبقى بنقول سين وصاد أيوة عليها كده؟ الصفر على السين والصاد عليها كام؟ الصاد عليها كام؟ التلاتة. بس فأنا باجي عند الصاد، أهي الصاد، فين التلاتة على الصاد؟ أهي، فأنا بعملها على نفس الخط، صفر يبقى على نفس الخط، خلاص كده؟ ما هو ده اللي انا عملته، عشان كده كنت بسأل حضرتك. تمام، واكتب جنبها جيم، وبعدين بقى وصلي النقط بتاعت المثلث مع بعضها، حاضر. اوصل دي بدي ودي بدي ودي بدي، اداني مثلث اهو. طلعت معاك الرسمة كده زيي؟ ايوه هخلص الحصه وصوره لحضرتك، لان موبايلي فاصل بس. تمام مفيش مشكلة. نعمل بقى الرسمة اللي بعدها.
تعالي بقى نرسم ألف شرطة وب شرطة وجيم شرطة. تعالي أول حاجة نجيب ألف شرطة. ألف شرطة هتبقى تلاتة وسالب أربعة، فين تمام. تلاتة وسالب أربعة؟ تلاتة على السين وسالب أربعة في أول واحدة ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة؟ بص، هو ده اسمه الربع الأول، وده التاني، وده التالت، وده الرابع. بنمشي كده بالترتيب، أول تاني تالت رابع. فين أربعة؟ انت قلت أربعة وكام؟ ثلاثة بسالب أربعة. تلاتة وسالب أربعة في الربع. هتبقى في الربع أنهي؟ التاني لا، التاني اللي هو ده. لا، أنا بطلع الأول، لا أنا بطلع الأول التلاتة وبعدين أطلع السالب أربعة. فين التلاتة على السين؟ السين أهي اللي هو الأفقي. فين التلاتة هنا؟ أهي التلاتة. طب أروح أطلع السالب أربعة من الناحية دي؟ لا، أطلع السالب أربعة الصاد اللي هو ده، أهي السالب أربعة. يبقى تلاتة وسالب أربعة تيجي هنا، شايفاها؟ يبقى أنا بطلع الرقم الأولاني على الخط اللي هو الأفقي اللي هو اللي نايم، بعد كده أطلع السالب أربعة على الخط اللي هو الصاد اللي هو الرأسي، يبقى هنا. يبقى دي ألف شرط. طب ب شرطة بكام؟ واحد وسالب واحد، طب فين واحد وسالب واحد في الربع برضو؟ مين؟ الثالث أو ده الرابع. الرابع. الرابع برضو هنا، واحد الأول وبعدين سالب واحد. طيب فاضل جيم شرط. هتبقى سالب واحد وسالب اتنين. سالب واحد. فين بقى سالب واحد وسالب اتنين؟ الرقمين سوالب. فين الرقمين سوالب؟ الناحية التانية بس الناحية التانية التالت صح. هو سالب واحد وسالب اتنين تبقى هنا اهي. واحد وسالب اتنين. اهي جيم شرطة. وبعدين اعمل ايه؟ اوصلهم التلاتة ببعض. جيب دي، جيب دي، جيب دي. طلعت معاكي كده؟ هو معايا شبه اللي فوق. ما زي اللي انا عاملاه. بس كده يبقى انت صح. سهل ولا صعب؟ سهلة، خلاص كده اتفقنا. تمام. طيب يلا بينا ناخد سؤال تاني. ماشي. ماشي. السؤال رقم اتنين، مديني هنا بقى شكل مربع بقى مستطيل، بس مش مديني كده مثلث، مديني ألف وب وجيم ودال. ايه ده يا ميس؟ يعني ممكن تيجي لي ثلاث حاجات؟ اه ممكن تيجي لي ثلاث حاجات. يلا تعالي نكتبهم. ألف بكام؟ أنقل السؤال. ماشي نقلي. ماشي اوكي. خلاص
أو تمام. يلا نجيب بقى ألف شرطة وبه شرطة وجيم شرط ألف ودال شرط. شرط. اتنين برافو صح. ب سالب اتنين. شايلة باتنين صح. برافو عليك صح. يلا تمام، به شرط. هتبقى صفر. صفر. برافو عليك. سالب أربعة برافو عليك صح. وجيم جيم. سالب اتنين. برافو. سالب اتنين برضه. سالب اتنين برضه صح كده. هتبقى صفر صفر صح. وصفر كمان. وصفر كمان. يبقى صفر وصفر. صفر وصفر دي اللي هي نقطة الأصل. ايه هي نقطة الأصل؟ بتبقى هنا في الحتة دي. المركز ماشي. الحتة اللي بيتقابل فيها الخط ده والخط ده، الخط الرأسي والخط الأسفل. اتفقنا؟ يلا بقى بعد ما كتبنا بنعمل ايه؟ نيجي نرسم. بنفسي. اتفقنا؟ تمام. يلا نرسم. نجيب برضو صفحة فاضية. ونقوم راسمين في النص كده. يلا ثانية واحدة. واحد. تمام اوكي معاك. خمسة ستة. تمام. طيب يلا بينا نعمل. بنعمل رسمتين. ها الرسمة الأولانية لوحدها وبعد كده الرسمة التانية. أول حاجة هتبقى يلا 5 و4. ماشي. فين خمسة وأربعة؟ أهي خمسة خمسة وأربعة. وأربعة. الربع مين؟ الأولاني. ماشي وأكتب عليها ألف. بتبقى 3 و2. قال كده تلاتة 3 و2 واحد و4. ب. 1 و4 ج. 3 و6. 3 3 و6. ما مش كاتبة 6 اكتبيها. بعد كده نعمل ايه؟ نوصلهم ببعض. ماشي تمام. خلاص كده وصلناهم. أو تمام. بعد ما نوصلهم نعمل ايه؟ بندخل على الشكل اللي بعده. ماشي يلا. 2 و2 هتبقى هنعمل من الجزء الرابع. تاني. برافو عليك صح كده. اسمه الربع. الربع ده انت هتاخديه في تالتة اعدادي كمان. الارباع دي لازم تبقي عارفة ان ده الربع الاولاني بيبقى موجب وموجب، الربع التاني سالب وموجب، يعني الرقم الاولاني سالب والتاني موجب، الربع التالت الرقمين بيبقوا سوالب، الربع الرابع بيبقى موجب وسالب. ده في تالتة اعدادي. ده درس عندك. شلتي كام وكم؟ معلش. ألف نعم. شرطة. ألف شرطة. ألف شرطة كم وكم؟ 2 و2. 2. أدي 2 وسالب 2. أهو أكتب أعملها وأقوم كاتبة جنبها ألف إيه؟
ألف شرطة. خلاص. تمام. و باء هتبقى صفر وسالب أربعة. فين بقى الصفر والسالب أربعة؟ هقف عند نقطة السالب أربعة بالظبط، سالب أربعة اللي فين؟ صفر وسالب اللي أربعة. تحت سالب أربعة اللي بتاعت الصاد ولا بتاعت السين؟ بتاعة الخط، ما انا مش عارفة اشاور لحد، بتاعة الجزء ده. ما ده سين وده صاد. بتاعت السين الصاد ولا خط الصاد؟ من تحت. صح كده اهو، يبقى على نفس الخط هنا. والجيم هتبقى سالب اتنين وسالب اتنين، سالب اتنين وسالب اتنين، الربع مين؟ الربع التالت، صح. و دال هتبقى صفر وصفر. صفر وصفر النقطة اللي بيتقابلوا فيها هنا، ماشي؟ بعدين نوصل كده هو لازم الشكلين يبقوا شبه كده. بعض صح؟ بص، لو ده رباعي يبقى أكيد ده رباعي، فاهمة؟ رباعي ده أكيد، بس معين، ده لازم معين، ده يبقى نفس مثلث، الشكل. ده مثلث. خلي بالك هما زي بعض، بس ده الناحية دي وده الناحية دي، هو شبه المعين بالظبط. لو خدتي بالك منه هتحسيهم هما مفيش اختلاف ما بينهم، صح ولا لا؟ ايوه، صح، شبه بعض. كل شبه بعض جدا. خلاص كده اتفقنا. تمام. هي فيها مشكلة كده؟ لا خالص، طيب ناخد سؤال تاني. ماشي. هو في حاجة؟ ممكن خلاص، يعني احنا حاليا سؤالين ممكن نحل بقى تدريبات تانية، فاهمة؟ عليه ماشي. يعني ده مثلا. قولي لي كده السؤال. المثلث ألف د واو ود ب ه ود ه و ه واو ه ج متطابق أكمل ما يأتي. صورة مثلث ألف د واو بانتقال المسافة ألف د في اتجاه ألف د هي ألف د طيب هو عايز المثلث مين؟ تعالي كده نشاور عليه. عايز ألف دال واو، اللي فوق. ألف اللي هو اللي فوق اهو، أعمل عليه كده اهو، بمسافة مين؟ ألف دال اللي هو ألف دال اللي هو ده، في اتجاه ألف دال، هيجي فين؟ يعني هو ماشي في الاتجاه ده تبقى ألف واو. اهو. لازم تكملي كده الاتجاه ده. أنا عايزة أبقى مثلث زي ألف واو، أنا عايزة مثلث. هو بيقولك صورة مثلث يبقى تيجي صورة مثلث، يعني هو عاوز مثلث شبهه. اه بس في نفس الاتجاه ده، يعني ماشي نفس الخط ده كده. هتبقى ده الباء اهي. ده بقى هي، برافو عليك، شاطر، صح. طب تعالي كده التاني، شوفي التاني كده، بيقولك المثلث مين؟ باء جيم هو صورة مثلث دال باء هاء بالانتقال مسافة نقط في اتجاه الانتقال مسافة مين؟ واو اهو هاء هو ده. جيم قلتي واو هاء؟ لا، هاء. ما انت عندك هنا واو هاء وعندك ده الهاء، خلاص ولا ينفع اخد ده ولا ينفع اخد ده. هو مشي كده صح؟ فين المسافة اللي مشيها؟ اسمها ايه الاتجاه اللي مشيه؟ اسمه ايه؟ باين هي الاتجاه فوق. مش ها عارف. بصي اهو، يعني ادي المثلث اهو بقى كده، صح كده. مشي ازاي؟ مش مشي كده. فين بقى الاتجاه ده؟ اسمه ايه اهو؟ يعني الحتة اللي مشيها دي كده ده شوية اللي هي بقى اسمها ايه؟ موجودة اهي، اهو اهو مشي كده اهو. اهي الحتة دي بقى اللي مشيها، الحتة اللي هي الفرق دي اسمها ايه بقى؟ بتاعه. ايوه القطعة اسمها ايه اهي؟
مش عارف. ايه اسمها والله زي موجودة اهو 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 اهي ما هي ألف واو ده عمو الواد. هيك اسمها اهو ده الواو بس سوري. في اتجاه ده الواو خف معمول الكلمة أيوة من لسه عمو كمل. لك المسافة اهي المسافة اهي خلاص كده عرفناها أيوة سهلة كده خلاص أتفهم. تمام اوكي تعالي نحل بقى تدريب عليه ماشي ده متصور الله تقول ثلاثة عايز رسمة ماشي نرسم ده ماشي احنا خلاص عملنا ده وعملنا ده وعملنا ده خلاص الانعكاس احنا عندنا تاني اخر سؤالين بقى ونبعت بقى الامتحان يلا صورة النقطة من أول فوق، أبدأ من أول فوق. من اول رقم 8 ماشي. صورة النقطة 2 فاصلة 5 بالانتقال إلى 5.4 هتبقى 7 و9. 7 و9 برافو عليك شاطر صورة النقطة 4 فاصلة سالب 3 بالانتقال إلى سالب وواحد هي هتبقى 2. صح 2 وسالب 2. برافو عليك صح برضه شاطر اللي بعدها صورة النقطة 5 فاصلة سالب 2 بالانتقال إلى س زائد 4 فاصلة ص ناقص 3 هي هتبقى 1 وسالب 1. ازاي 1 و 1 ما هنا هتبقى دي دي 9 دي زائد 9. 9 طب الرقم التاني هيبقى كام خلي بالك ده سالب وده سالب سالب 2 وسالب 3 يعني تبقى 1. لا بنجيبها على الآلة سالب 2 ناقص 3 كلها سالب وسالب بنجمع وننزل شرط السالب سالب 2 يبقى ناقص كام؟ سالب 5. بس كده يبقى سالب 5 يبقى 9 وسالب 5 اتفقنا؟ طيب اللي بعدها سالب 3 و4 بانتقال 5 وحدات في الاتجاه السالب لمحور الصادات السالب لمحور الصادات هتبقى سالب 1 أو صفر. لا صفر. مفيش او اصبري بس اولا محور الصادات يبقى انا ماليش دعوه بالاولاني لازم تقولي لي سالب 3 هنزلها الاول أيوة لازم سالب وغير 3. التاني طيب هو قال لي في الاتجاه السالب يعني اقول المفروض ما اقولش 5 سالب 5 يبقى تقولي 4 ناقص كام 4 ناقص 5 4 ناقص 5 سالب 1. بس كده يبقى سالب 1 اتفقنا تمام. إيه هو فاكرة لما اجي اجيب مجموع قياسات الزوايا مجموع قياسات الزوايا القانون بتاعه القانون بتاعه فاكرة لا اللي هو نون نون ناقص ايه انه ناقص 2 في 180 نون ناقص 2 في 180 طب لو أنا عايزة قياس زاوية واحدة هتبقى نون في ناقص 2 القانون في 180 على نون. 180 على نون طب لو أنا عايزة أصلا نون عدد الأضلاع يبقى 300 وكام 360 360 على 180 ناقص الزاوية ناقص الايه بالظبط. فاكرة أيوة خلاص كده تمام اتفقنا تمام يلا فاضل لنا بس اخر سؤالين دول 1 وسالب 3 بانتقال كام هي 2 و4 يعني الواحد مع مين يديك 2 ده المعنى
هتبقى واحد و... وخمسة. واحد صح. سالب، بصي هنا السالب 3 بقت 4، طب ازاي تبقى 4؟ اولا طلعت موجب، فلازم يبقى في سالب 3 في موجب رقم تاني، والرقم التاني ده لازم يبقى اكبر. سالب وموجب بنطرح، صح كده؟ فامشي عكس زي ما انا قلت لك، نمشي عكس، يعني دي ناقص خلاص انا همشيها عكس، يبقى هتبقى اخد تمانية التلاتة والاربعة. تلاتة واربعة كام؟ وأربعة سبعة. بس يبقى 7. زي هنا الاتنين مع الواحد، هنا الواحد موجب، لا انا هخليه سالب، يبقى كاني بقول 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 واحد، يبقى 1 و7. اتفقنا؟ تمام. خلاص. طب نفس الفكرة اهو، 2 مع 3 هنا كأني ده زائد، يبقى انا هخليها ناقص، امشي العكس، بنمشي العكس، كأني بقولك 2 ناقص 3 بيديكي كام؟ واحد مش واحد بقى، سالب واحد، أو ونمشي نطلع عكس، 4 و1، المفروض اقول 4 زائد 1، لا انا هقول هنا 4 ناقص 1، هتبقى يبقى ثلاثة. نمشي العكس لو عايز النقطة الأصلية أو السور، يبقى 3. خلاص كده اتفقنا؟ ماشي جميل، هبعتلك بقى الامتحان. تمام، هبعت امتحانين جبر وهندسة، اتفقنا؟ تمام. ماشي، روحي هبعتهم اهو. يلا، عايزة حاجة؟ فاضل لنا درس واحد وكده خلصنا كل المنهج اللي هو الدوران، هنقعد ان شاء الله الاسبوع اللي جاي واحنا كده خلاص خلاص. ايه؟ بقول الحمد لله. اه الحمد لله خلصنا، ونبتدي بقى نيجي بقى ونشوف ايه بقى اللي وقع بقى معانا، ونظرية فيثاغورس وكل الكلام التاني ده. ماشي يا قلبي، السلام عليكم. ماشي حبيبي، وعليكم السلام، مع السلامة يا روحي.